الاحداث هذه كانت منتظره، لان لا يعقل بان الانسان، تخيل واحد الشخص اللي هو نط في 8 صباحا هو فايق كيهيئ راسو لذاك الجامع العام، ومن يجي يشوف بزاف ديال الخروقات وما كاينش اللي يعطي حقه، ضغوطات من كل جهه، من كل جهه، استفزاز، جميع الطرق اللي ما كنتوش كتصوروها كانت كتمارس علينا تما. والغريب في الامر هما مركزين غير على اللائحه، الصحافه كاينه، الصحافه اللي هي نزيهه، اللي الحمد لله كنقراو في الصحف اللي هي نزلت داكشي كما وقع. حنا ما كنقولوش ما غلطناش، حتى حنا غلطنا، كلشي كيغلط، ولكن ما تنساش بان داك الشخص 8 الصباح حتى 7 ونص الصباح هو فايق بلا نعاس بلا ماكله بلا شرب، راه واخا يكون كما بغى يكون عايق الشعور ديالو، خصوصا ملي كيكون كيمارسوا عليه الاستفزاز والضغط باش يخرجوا على داك. ومع ذلك حنا بقينا متشبتين من اجل المصلحه العامه. بارك علينا من هذه الكره فين وصلت الحاله ديالها، فين وصلت الحاله ديالها، راه حتى شي واحد ما راضي، الشارع كامل، لا الجمهور لا اللي ما عنده حتى علاقه مع الكره، ولكن غادي يكون لاعب المنتخب الوطني حتى هو كيمشي امام التلفازه وكيشجع الفريق ديالو، الكل كيهتم بفريق بالمنتخب الوطني. اذا حنا كنعيشوا واحد الفتره، فتره فراغ، ما يمكنناش نجيو نستسلموا عاود، حنا عارفين المصير ديال الكره فين غادي. حنا بقينا متشبتين بالراي ديالنا مهما كانوا بزاف ديال الخروقات، ومابغاوش لا السيد الرئيس السابق اللي هو سي علي الفهري فاسي، كنطرحوا عليه اسئله كنقولوا غير جاوبنا بحال اللي جاوبتينا في الطعون الاولانيه، ملي رفضت جوج اللوائح راسلتونا، دابا ما كاين حتى شي مراسله على الطعن. هنا كتبان علامات استفهام كبيره، اش غادي تخسر السي علي الفهري فاسي؟ ما كاينش هاد الطعون ما كلاتش، ما كاين حتى مشكل، غادي تجاوبنا كتاب، حنا راك اداره، راك رئيس جامعه. والغريب في هذا الامر كيقول لك انا كنت مشغول ما دركتش غير الكاتب العام، الكاتب العام كيتهرب، ما بان عاد تكلم، ما بان عاد يتكلم، ومع ذلك كينوضوا اشخاص اللي هما ما كينتموا في اللائحه ما والو، مجرد جاو يصوتوا حتى هما كيتدخلوا، حتى هما كيطلعوا المنصه وكيستعملوا علينا بعض الكلمات اللي ما يمكنناش نذكروها. السبب بانه سي بوطريقه انا كنت جالس كان ميراسي، كان تصنت ما بغيتش نتدخل لان كنشوف داك الشيء ما عجبنيش، ولكن الساعه اللي عملوا اكبر ناس سنا واصغر ناس سنا اللي عايسيروا يكملوا الجامع العام هو السي عمر غيلان، هو اكبر ناس سنا، حتى كنتفاجئ واحد من لائحه السي القجع هو سي بوطريقه كيرفع واحد الكاس كيهرسوا على السي عمر. هذاك السيد راجع معايا وانسان كبير، نوض باش كنطلب من السي عمر، قلت له ما تبقاش جالس تما، هود بحالك ملي وصلت الحالات، هو يدخل اخر كيستفزني بشي كلام اللي هو ما تقدرش تسمعه، لان ما عندي معاه حتى شي علاقه، انا جيت مع السيد طلبت منه ينسحب، ما طلبت حتى شي حاجه، الانسحاب ديالو باش المسائل تبقى شوفوا واحد الشخص اخر اللي هو السن ديالو حتى هو كبير ويتحمل المسؤوليه، السيد مشى يعمل غير باش ينجح الجامع العام، تيبقاو الكيسان كيتهرسوا عليه، هادشي راه، ولكن هو تلفظ معايا شي بواحد الطريقه اللي هي غريبه استفزازيه، فقدت الشعور ديالي نظرا للضغط، نظرا انسان ما نعشش، انسان تقريبا كنا وصلنا 10 السوايع حنا واقفين جميع الضغط، ولكن انا داك الشيء بيدي ندمت عليه، لان هذاك الشيء خرج، حنا ما مشيش ندمنا عليه، بان هذا الشيء ربما هو فعلا ما كانش كيخص انسان يتقلق، ولكن داك الشيء راه ما جاش عفوي، راه الضغط اللي كيخلي الانسان يخرج ملي كيشوف الظلم وكيشوف الحكره وكيشوف، راه داك الشيء كيتراكم حتى كيوقع انفجار. هذا الشيء راه لاحظناه في برنامج في عده دول متقدمه، كيوقع داخل البرنامج الكراسي كتلاح والساب والشد من اجل المصلحه العامه، واللي يجمل في هذا الشيء هذا هو في الاخر بقى وقع داك الشيء. انا الان داك الاخ جلسنا انا وياه طلب مني المسامحه وتسامحنا وتعانقنا، بقينا روح رياضيه، هذه هي لعبه كره القدم، دائما كيوقع صراع، هذا عنده حق في الفريق ديالو ينتصر، واخر عنده الحق في الفريق ديالو ينتصر، كيوقع شنآن، كيوقع مزايده في الكلام، ولكن اللي جميل هو في الاخر كنخرجوا كاسره واحده. هو اش غنقول لك صراحه، كل واحد كيشوفها كيف بغى، لان حنا كمجموعه ديال اللائحه ديال السي اكرم، حنا ما كاين حتى شي حاجه، كانت ما كان حتى شي مخطط بان يوقع التوافق، التوافق تعرض علينا قبل الجامع العام ديال 25 ورفضناه، قلنا اول مره في التاريخ المغاربه عايشوا واحد الحدث ديال الديمقراطيه هو الصندوق، وغيحدد اللي غيكون على غرام جميع الملكيه المغربيه لكره القدم. تشجعنا وكنا قويين وكنا مزعزمين وعندنا الثقه في راسنا، رفضنا التوافق. هادشي اللي كيقولوا بان كان مفابرة، كان
انا على يقين بان هذاك الشيء خلق ديك الساعه هذيك، لان المصلحه العامه فوق كل الاعتبار، لان لو ما كانش تكمل الجام العام كنا غندخلوا في لجنه مؤقته، ولا عملنا لجنه مؤقته وحنا داخلين على تنظيم كاس العالم للانديه عامين مور بعضيتها غادي ننظموها، وكاين كاس افريقيا قل 17 عام، عده تظاهرات اللي غادي تنظمها الجامعه الملكيه المغربيه. هذا الشيء كامل كان ربما يتضرب نقولوها بكل صراحه في الصفر. في الساعه الاخيره اللي كنت قريب من السي القجاع وتكلمت معاه بانه مجرد بعد الكلمات اللي وصل لي بانه السيد باغي يجمع الاسره الكرويه ديال المغرب كان معك قصي حتى شي واحد، ولا كان هذا الشيء هذا اللي كيقول هو اللي غادي يطبق عندي يقين بانه غيمشي بعيد في الجامعه، لان الجامعه اللي عاشت السابقه هو الاقصاء، ما كانش التواصل، ما كانش الناطق الرسمي، ما كانش الناطق الرسمي اللي كيتواصل مع الصحافه، كان الغياب تام في التواصل لا ما بين العصاب لا مع الانديه لا مع الهوات لا مع، كان واحد التهميش قولوا بصراحه. هو عنده واحد المخطط اخر اللي باغي يكون التواصل مع رؤساء الفرق، التواصل مع الانديه، هو التواصل مع العصر، التواصل مع رجال الصحافه، التواصل مع الاسره الرياضيه كامله غادي يكون كيتواصل معها، ولا مشى بهذه الطريقه هذه اللي كانت ناقصه الجامعه السابقه هو التواصل. انا كنظن بان التواصل كيحل واحد العديد كبير من المشاكل وما كيخليش المشاكل تتراكم، هذا هو النقص اللي كان في الجامعه السابقه. الحمد لله دابا راه تشكل مكتب اللي غيكون على راس الجامعه الملكيه المغربيه، كيخصنا نضمنوا مع بعضيتنا ونرجعوا اسره وحده، ذاك الانشقاق اللي كان هذاك كان مشروع، ودابا حاليا كاينه واحد المكتب اللي هو واجد اللي غادي يسير الجامعه والكره ديالنا، كيخصنا حنا كاملين نضمنوا ونعملوا يد في يد ونساو ذاك الاجواء اللي قازت اللي كيخصنا نفكروا فيه هو المسار ديال الكره الوطنيه، ونعملوا يد في يد ونعطيو الكلمه الحقيقيه، لان الجمهور عيا صابر على هاد المسؤولين باش يقدموا لهم شي حاجه، وجات الفرصه باش خصنا نخدموا ونقدموا للجمهور ديالنا والوطن ديالنا النتائج اللي تنسيو في هاد 4 سنوات اللي ما حققنا والو.